ليه محطتنا الأخيرة تلازمت الأعياد مع الفرح وكل أفراد العيلة مع موعد مع السعادة والسلام اللي ما بيكون بباقي الأيام العادية بالسنة، ونختلفت هالطاقة الإيجابية على مر السنين إلى أنه هي موجودة. لنحكي عن هالطاقة معنا غالية البغدادي، أخصائية بعلوم الطاقة. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير، كل عام يسعد وانت صباحك بخير. حبيبتي، وانت بألف خير. اهلا وسهلا فيكي غالية. بالبداية يمكن هيك خلينا نحكي بالطاقات الإيجابية يلي السنة غير السنة، مع الانتصارات ومع أكيد الفرحة ومع العطلة الطويلة، يعني كله إجا مع بعضه، فالعيد حامل طاقات جدا إيجابية تمام. إلا يمكن آخر كم يوم ببلشوا هيك التفكير بافتتاح المدارس وهيك. خلينا نحكي كيف ممكن هي الطاقة الإيجابية هي هيك تغير لنا نوع حياتنا، وكيف ممكن نحنا ما عنده هي الطاقة ياخدها من فترة العيد. تمام. هلا مثل ما كل مره بنحكي بنقول كل كلمه بالكون لها تردد، يعني مجرد ما قلتي كلمه عيد صار عندك فرحه، مثل ما تقولي كلمه صيف بتحسي بحر ومشاوير وقصص، انتعش. تمام، تنتعشي. فكلمه العيد بتحسي لحالها بتعطيكي طاقه كثير حلوه، مع اختلاف بسيط وهو انه نحن مجرد ما نقول كلمه عيد بنفرح بالعيد، بس بنتذكر حالنا نحن وصغار، يعني فورا بتمرق لك خاطره العيد وبتتذكر حالك انك انت وصغيره لما كنت تطلعي تعيدي لما تاخدي العيديه. ما بنتذكر حالنا ونحن وكبار او نحن بهلا مثلا او السنه الماضيه، ليش؟ لانه نحن على طول ارتباطنا او عقلنا الباطن مرتبط بالشيء الحلو الجميل، بالشيء الطفولي يلي وقت بتكوني انت طفله تلقائيه، حركاتك قصصك، فبيكون عندك هذا الشيء كثير حلو، فعلى طول بيخطر ببالك العيد وبتضلي بتقولي العيد من زمان احلى، العيد من زمان احلى. هو يمكن مو احلى، بس هو الفرق بيناتهم انه انت كنتي طفلة ما عندك هاي الهموم، ما عندك القصص، همك انه خلص تياب العيد، تطلعي تعيدي العيدية، الاكلات الطيبة هي. فهذا هو بس الاختلاف، ولا العيد هو عن جد فرحة شو ما كانت، هو فرحة، وبالفعل العيد هالسنة كان غير. غالية خلينا نحكي عن الطقوس اللي بتعزز الطاقة الإيجابية بالعيد. يعني بنعرف في طقوس معينة عند السوريين، هي وجبة الغداء الدسمة مع العيلة، صلة الرحم. يعني في أكثر من مناسبة يمكن تعزز صلة الرحم، تعزز كثير من الصلات العائلية وأيضا المناسبات العائلية، لكن أحيانا بتحس الواحد ما أنه مرتاح. فكيف فينا نعزز الطاقة الإيجابية بأيام عيد الأضحى؟ تمام. هلا هو العيد طاقته كتير حلوه وطاقه عن جد ايجابيه، بس هو عن جد بيعمل شوي تعب، لما تحسي حالك ما عندك استقرار لا ببيتك ولا برا بيتك، يعني لازم على طول باي وقت يمكن يندق بابك يجيكي ضيوف، بدك تطلعي لبرا تقومي بواجبات المعايده وهالقصص، فبتحسي حالك قاعده نوعا ما متوتره، حتى اذا بدك تحطي فطورك او غداكي بده يكون يلا على السريع قبل ما حدا يجينا، فبتحسي انه في عندك هيك طاقه انه مالك كثير مركنه، على طول بالك مشغول انه شو بدي اعمل، مين بده يجيني، كيف بدي يكون مرتب، كيف بدها تكون ضيافه العيد. هلا نحن مثل ما متعارف عنا على طول اول يوم العيد او ثاني يوم العيد على طول لازم يكون في حفله غدا او اجتماع للعيله كثير حلو، بيكون عند بيت العيله، يعني بيت الست الكبيره او الام او كذا، فبتحسي العيله كلها بتجتمع. عن جد هي صله الرحم قديش حلوه، قديش بتكوني حاسه انت بجو من الالفه والمحبه، بتكوني كثير مبسوطه بهذا اليوم اكثر من كل الايام، يعني لو انت طلعتي برات بيتك رحتي عملتي، بس هو طاقه صله الرحم لما انت عم تعملي هذا الواجب اللي عليكي وعم تكونوا مجتمعين وعم بتشوفي العيله، وبعيدا عن الموبايلات وهالقصص، لان احنا صرنا كل شيء بنختصره بقى تماما، يعني انه على الموبايلات وهالقصص، فتحسي حالك انك انت عملتي شيء حلو، وحتى ناس يمكن هن قراب منك، يمكن اخوكي، خالتك، عمتك، يمكن تكوني مالك عم بتشوفيهم، بس بهذا الاجتماع بتحسي صار في هيك نوع من الالفه، نوع من الطاقه الايجابيه، حتى بتناول الاحاديث اللي نحن بنحكيها، مثلا انه كل عام وانت بخير والعيد حلو وهالقصص الحلوه، بتحسي حالك عملتي شيء كثير حلو، بتطلعي من هالاجتماع في طاقه كثير حلوه عندك، صحيح. بتحسي حالك مبسوطه مرتاحه، بتقولي عن جد صار لي زمان ما شفتهم، مع انك انت بتكوني يمكن عم تحاكيهم كل يوم، بس ما في هالالفه، لانه نكهة العيد غير تماما، يعني حكي التليفون بيختلف تماما عن الاجتماعات، وخصوصي بالعيد بتحسي في طاقه عن جد كثير حلوه. نعم غاليه، يمكن في بعض الثغرات بتؤدي انه يصير في طاقه سلبيه او طاقه من التوتر ببعض الأيام أو ببعض هي، كيف فينا نحن نتغلب على هيدي الطاقة السلبية فوراً وما ننزع العيد وما ننزع الطاقة الإيجابية يلي حاملة معه؟ تماما. هلا هذا الشيء بيختلف من شخص لاخر، في اشخاص هن بطبيعتهم سلبيين، يعني بيقولوا لك ما بنحب العيد، ما بنحب الطلعه، ما بنحب الضيوف، ما بنحب نروح عن بيت حمائي، تمام، ما بحب حماتي، اعمل، ما بحب ساوي، فشي طبيعي بده يمرقوا عليها العيد وهي مزعوجه، والعيد وغير العيد، يعني يمكن تقول لك ما بدي، ما بحب يوم الجمعه،
ما بحب اي شيء، اي شيء بتقول لك انه عندها على طول هي انه خلص انه هي مزعوجه يعني على طول، فهي هي الانسان هي طاقتها سلبيه او هالشخص يعني هو عنده طاقه سلبيه فبيوزعها وين ما بيكون، بتحسي لا هو مرتاح ولا بيريح اللي حواليه، يعني بتحسي بيروح مثلا لما كان في اجتماع العيله لا بتحسي هو ارتاح ولا بتحسي حتى اللي حواليه ارتاح، وبيضل بيقول انه شبه ليه مزعوج او شبه شو عامله لها ليه مزعوجه. فهن هدول في اشخاص طبع فيهم انه على طول بيضل في شيء شو ما كان في شيء ما عاجبهم، هدول اللي بيطلعوا للكمال الزايد يعني بدهم كل شيء انه كله تمام التمام حتى بشكله حتى بمظهره، يعني يمكن حبه تنزعل مرأة تقول لك خلص ما عاد بدي اروح ما عاد بدي اجي ما عاد بدي اعمل، هدول اللي كثير بدقوا. وهذا الموضوع انا بلاقيه كثير غلط وعن جد بيعمل طاقه كثير سلبيه حتى تعب نفسي للشخص، يعني بضل مو راضي عن حاله، بده يقدم على الشغل مو راضي عن حاله، قاعد ببيته مو راضي عن حاله، شو ما عمل مو راضي عن حاله، هذا الشخص بحد ذاته هو طاقته سلبيه، هو تعبان بحاله، فما بالك بالعيد وبده يطلع وبده يشوف ناس وبده يعيط، شيء طبيعي انه يكون تعبان وينقل هذا الشيء للي حواليه، مثل ما حكينا بحلقات سابقه وقلنا انه الطاقه السلبيه هي بتنتقل من شخص لاخر، يعني فيني انا اذا كثير سلبيه كنت فيني انقل لك هذا الشيء، مجرد اني انا قعدت قدامك حكيت انه في جسم اثيري محيط فينا، هذا الجسم وقت يكون الشخص ايجابي بيكون محيط فيه بشكل كثير حلو وبشكل بيضوي محيط الشخص، اما لما بيكون الشخص عنده طاقة سلبية بيكون عامل مثل أسهم للخارج وعم بتوزع، يعني أنت بتعدي ناح شخص بتقولي والله ما ارتحت طول القعدة جسمي وجعني أو ماني مرتاحة ما أدري شو صلي، بتكوني مع أنا كتير جاي مبسوطة بتقولي ما بعرف شو صلي كنت كتير تمام لما قعدت ناحه أو لما شفته أو لما حكاني حسيت كتير أني انزعجت، هذا شيء طبيعي أكيد لأنه بيكون الطاقة السلبية اللي حواليه فهو عم بيوزعها على المكان، بتحسي بيصير نوع من التوتر. هلا الشخص اللي هيك انا بتمنى لا يغير، يعني هو يبلش يغير لان احنا ما فينا نغيره، هو بده يبلش يغير يقول انه انا ليش هيك الحياه حلوه العيشه حلوه العيد حلو ليه انا ما بلش غير بحالي، يبلش اول شيء يفكر بالشغلات الايجابيه ويحط النيه اني انا بدي اتغير حتى يتغير ويشوف كل شيء حلو حواليه. نعم غاليه، يعني خلينا نحكي عن قانون الجذب مثل ما عم نسمع عنه كثير وكثير في كتب عم تنطرح بالسوق عنه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي والناس حاببته، عم يعطيها شوية تفاؤل بأنه فيها تجذب الأشياء الإيجابية لها، وخاصة نحن هلأ مثل ما بتعرفي يعني بآخر الشهر إجا العيد، في فتوح مدارس، حالة اقتصادية ضغطة على بعض الأهالي، خلينا نحكي عن قانون الجذب لحتى فعلا يكون في جذب للقناعة، جذب للشيء الأحسن لكل عائلة سورية أو لكل يمكن طفل أو ولد بالجامعة. تماما، هلأ قانون الجذب بيعتمد أهم شيء على أفكارنا، أنا كيف أفكر؟ أنا كيف بحب عيش؟ يعني الشخص اللي على طول هو طريقة تفكيره سلبية إنه أنا ما بمشي الحال معي، أنا ما حتزبط أموري، أنا متضايق ماديا، متشائم يعني تماما، هذا الشيء يجذبه له لأنه نحن بقانون الجذب عنا إنه أنت بس ترددي الفكرة، الفكرة فورا حتنجذب لك، يعني أنت بس تردديها بتنجذب لك وبتصيري بقى خلص جسمك تلقائي بيشتغل عليه. يعني الواحد زعل أنا سعيد ثلاث مرات بصير سعيد؟ أكيد طبعا، يعني بس ترددي الكلمة وعن جد ثلاث مرات بالنهار، أنا بقول أول ما تفيقي الصبح تقولي نهاري كثير حلو حبلش نهار كتير حلو، ترجعي الظهر ترددي الفكرة وترجعي قبل ما تنامي وهي أهم وقت ترددي فيه، يعني قبل ما تنامي وانت بينها غفلانة وقاعدة وهيك تفكري بشغلات إيجابية انت بدك اياها، فرضا انه أنا نهاري بكرة حلو، أنا حكون سعيدة، أنا حكون نشيطة، أنا حكون جميلة، حكون رشيقة، فكري بالشغلات الإيجابية اللي انت بدك اياها واشتغلي عليها، انت صحيح بتنامي بس عقلك الباطن بيضل متابع الفكرة وعم بيشتغل عليها، بتحسي حالك عن جد فقتي كتير مبسوطة وعندك طاقة إيجابية عالية، أما لما بتنامي وأنت عم تكرري الشغلات السلبية بتفيقي عن جد بتقولي نهاري من أوله معكر ما بعرف شو بيني، حتى جسمك بيكون تعبان تماما، يعني حتى نومك ما بيكون صح، فنحن ليش ما نردد الشغلات الإيجابية أو نغير بس برمجتنا بالحياة، نفكر على طول بالشيء الحلو على طول نردد أنه لا عن جد بكرة أحلى والقادم أحلى. هلا أكيد بتمرق معنا عسرات وبتمرق معنا قصص بس هي معنا نهاية الدنيا، أكيد يعني منبسطها ومنمرق، يعني مثل ما بيقولوا أنه مرئي هلا هنهار معلش مرئي، ما نضل نحن كتير محملين، بتحسي حالك عن جد أمورك كتير كتير بتختلف كتير أريح. تماما غالية، خلينا نحكي كمان أنه يمكن يعني بحياتنا اليومية كتير عنا أماكن أنه هي تسحب لنا هي الطاقة السلبية، بيقولوا لك يمكن عدي على العشب أو مشي على العشب على رمل البحر تماما، يعني في كتير قصص هي فيها تسحب هاي الطاقة السلبية، خلينا نحكي عنها ونذكرها.
تماما. هلا اول شيء مثل ما حكينا افكارنا بدنا نغيرها، الشيء الثاني محيطنا هو مليء بالشغلات اللي عن جد، الشغلات الكونيه اللي بتعطيك ضغوط، والشغلات الكونيه اللي بتسحب نفس الشيء. هلا عندك البحر، البحر من الشغلات اللي كثير حلوه، انت مجرد ما رحتي، بس انا ما عم بقول حتى لسه ما فت بموضوع السباحه، انا عم بقول لك مجرد ما طلعتي عليه النظر بتحسي في شيء ريح فورا، في شيء سحب. واللون الازرق يمكن تماما، اللون الازرق لانه من الالوان اللي كثير بتريح. الشيء الثاني انت عم تطلعي على البحر، اعملي التنفس الصحيح اللي تاخدي نفس من الانف لينتفخ البطن، تحبسي النفس شوي وترجعي تماما عم تطبق دغري، احس حالي بالبحر هلا انا عايش الاجواء تماما. وترجعي تطلعي زفير قوي عن جد، بتعمليها 7 مرات انت عم تتاملي البحر، بتحسي صار عندك نوع من السكينه والراحه. الشيء الثاني مثل ما حكيتي لي انه انا اوقف على مثلا او امشي على عشب، امشي بس كون عن جد حافي، يعني ماني لابس حذاء برجلي، وامشي حافي او حتى اطمر رجلي بطراف، كمان كثير كثير الشخص بيرتاح. هلا في عندنا ناس بتقلك إيه انا ما قدرت اطلع على البحر، شو بدي ضل تعباني؟ طب انا بعطيك شيء تعمله وانت بالبيت، انك انت يا تعبي بانيو تقعد بمي وملح وتحط نقطه زرقاء تلون المي، في ملونات طبيعيه هلا موجوده بالاسواق بتلوني المي وبتعدي فيها. يلا هاد بحر بالبيت قال تماما، بتحسي حالك عن جد قاعده بشيء كثير كثير مريح وبتكوني كثير مرتاحه. اذا كمان في اشخاص بيقولوا لي طب ما عندنا بانيو، بيت الفكره تمام، شو نعمل؟ تشط مي تمام ونحط رجلينا، وكتير حلو انه يكون موجود عندك بالصالون اي فازه ازاز وتلونيه كل يوم. مثلا عندك اليوم اللي انت بتحسي حالك متوتره بنحط فيه نقطه زرقاء، عندك اليوم اللي بتحسي حالك قلبك تعبان، يعني انه في كتير ناس تقول لك والله تعب قلبي على قد ما عم شوف ناس واتعب وكذا، بتحطي نقطه لون اخضر بتحسي حالك وتأمليها، بس تطلعي فيها بتحسي في شيء عن جد ريح القلب، عم يسحب الطاقة تماما، يعني لأن الألوان كتير بتساعدنا بهالقصص. وكتير حلو هلا، وكتير عم نسمع عن الماء الملون وقدراته بالعلاج عن جد، لأن اللون كتير بيريح وكتير بيعطيكي طاقة إيجابية. هو انه ملونات مو شرط يكون جاي اكيد اكيد ملونات موجوده بالاسواق انت مثل اللي عم يحطوها كمان بمستحضرات التجميل هلا كمان دارجه غاليه. خلينا نحكي شوي عن طاقه المواد، مثلا طاقه الملح لسحب الطاقه اللي كثير بنسمع عنها، وحتى الجدات يعني بيحكوا لنا عنها. صحيح. طاقه الزرايع الخضر بالبيت تمام. خلينا كمان نحكي عن البامبو اللي بيقولوا لك بيجيب لك الحظ، هي القصص صحيحه؟ هلا اكيد صحيحه. هلا اهل اول او جداتنا كانوا هن يحكون اساسيه على الفطره بس كانت عن جد كثير كثير صحيحه، يعني لما يقولوا لك الملح والملح، لا في ناس بتقول لك شو ملح وشو هالقصص، في ناس ما بتامن بهالشيء، لا لازم نامن بهالشيء، لانه عن جد الملح هو مجرد ما انت عملتي دوشك اخذتي كم شوت ملح دلكتي جسمك وبعدها كتيتي مي عادي، عن جد بتطلعي من الحمام بتحسي حالك خفيفه، في طاقه سلبيه اجباري بدها تنزل عنك. لما انت بتكوني عم بتنامي مالك مرتاحه، تقولي لي والله ما بعرف انا ما عم برتاح ابدا بالنومه، بقول لك حطي صحن ملح تحت تختك شوفي قد ايه حترتاحي، غيريه كل شهر مره. هي في حال كمان بدنا صحن ملح تحت التخت، صحن ملح تحت التخت بيجي نملات لا على الملح ما بيجي نمل، هذاك السكر. هلا النمل بيجي على حلاوتك اكيد بده حبيبتي، فعرفتي كيف؟ بتحطي صحن ملح تحت التخت، لا ابدا بتحسي حالك كثير كثير ارتحتي. يعني في شغلات نحن بنعملها، هلا نحن في شغلات كمان بتعمل لنا بعض الازعاجات بالبيت او بغرفه النوم، غير انه هالقصص في عندنا الفانك شوي طاقه المكان، يعني انت لما تكوني تختك قفاش بباك كمان بيعمل لك طاقه سلبيه، ما بتنامي مرتاحه. لما بتكون المرايه مواجهه تختك كمان بيعمل لك طاقه سلبيه، ما بتكوني مرتاحه. اذا بتتذكروا من زمان كانت المرايه حطوها بقلب الخزانه، تفتحي الخزانه تلاقي المرايه، عرفوا انه شيء مو منيح بس ما يعرفوا شو هي. مع الدراسات عرفوا انه انت اذا انعكست انت نايمه صورتك على المرايه بتعمل لك ازعاج او بتعمل لك طاقه سلبيه. فاذا في اشخاص عندهم هالقصص المفروض يغطوا المرايه بالليل، وصحن الملح ما ننساه كمان تحت التخت. عندنا الزريعه اللي حكيتي عليها عن جد، العرق الاخضر كثير كثير مهم، خصوصي اللي حكيتي عليها البامبو، هي العشبه كثير بتعطي عن جد، او النبته بتعطي طاقه ايجابيه. صح غاليه لازم حدا يهديك اياها، يعني انا ما بصير اجيبها لحالي. لا فيكي تجيبيها لحالك بس بس بدنا نجيب في شغله هون، بدنا نجيب 3 أو 6 أو 9 مفرق. يعني تمام، يعني ما نجيب انه مثلا نحط وحده ما منيحه، 3 أو 6 أو 9 بيعطوا عن جد طاقه كثير كثير ايجابيه. عندنا الشغلات الثانيه الشوكيات اللي حكينا عليها، بنحكي انه تمام الصبار، هلا الصبار كثير حلو وكثير بيعطي طاقه ايجابيه، بس انا بدي اعرف وين بدي احطه، بدي احطه بزوايا البيت لانه هو بيسحب الطاقه السلبيه الموجوده بالمكان. يعني انت لما بتكوني قاعده ببيتك حاسه انه في طاقه سلبيه، او زوايا البيت اللي بيكون هي مليئه بالطاقة،
الطاقات السلبية أحياناً، أنا بحط نبتة الصبار على الزوايا لأنه بتسحب الطاقة السلبية، أما إذا بدي أحطها بالوسط فهون صار غلط كبير، مجرد ما حطيتي بالوسط هي بتسحب وبترجع بتوزع. فنحن لازم نحطها بزاوية، حتى على مدخل البيت على الزوايا كتير منيحة. بيتك إذا كان مفترق طرق يعني بتحسي طاقات سلبية كتير بتجي، بتحطي على الشباك من برا بيسحب كل شيء طاقة سلبية قبل ما تدخل عبيتك. المهم نعرف كيف بدنا نرتبهم أو كيف بدنا نحطهم. حلو. نعم. خلينا لكن بس هيك شوية نتطرق، بما أنه فتنا بأحاديث كتير حلوة بتهمل كتير، خلينا عم نحكي كيف كل حدا، ونذكر أكيد بحلقات سابقة أنت حكيتي لنا كل حدا بيقدر يحمي حاله من الطاقات السلبية. إذا كنت قاعدة مقابل شخص بيورد لك هي الطاقة وتضل هي طاقته الإيجابية المسيطرة على الجو. تمام. هلأ مثل ما حكينا في شيء اسمه لغة الجسد أو علم لغة الجسد، فهو هاد بيعلمك كيف أنت تكشفي الأشخاص تماما، والشيء الثاني كيف انت تحمي حالك من الاشخاص اذا اجاكي شخص ايجابي او سلبي. هلا نحن بلغه الجسد بنعرف الاشخاص من طريقه السلام، بيبين معك فورا ان كان ايجابي او سلبي او شونيته. تمام. بس في اشخاص ما انا دارسه هذا العلم او ما بتعرف، فانا كيف بدي احمي حالي؟ انا لما بكون قاعده بمكان حاسه انه في مجموعه ناس مثلا سلبيين او حدا حاول بده يدخل على حالتي او يزعجني بكلمه، انا فورا شو بعمل؟ بغلق حالتي. كيف بغلق حالتي؟ يا بلف رجل على رجل تمام، يا بكتف ايدي. هون انت عملتي اغلاق ما عاد يقدر يدخل عليك. الشيء الثاني اذا كنت انت واقفه واجا حدا بده مثلا يعمل لك نوع من الطاقه السلبيه يمكن بكلمه، فانت فورا كمان بتعملي اغلاق حتى ما تتاثري. يعني بصير لو حدا حكى كلام سلبي بصير مثل ما بيقول بفوت نوم بيطلع نوم، ما بتتاثري فيه، فانت فورا بكف ايدك بتدخلي الباهم لجوا وبتسكري انت واقفه. هون انت كمان عملتي اغلاق. في بصير اي شخص انت حسيتي او بتحسي انه هو سلبي فورا بتسكري هالتك. انت حاسه حالك تعبانه وبدك ترتاحي مثلا بمكان شغلك، بدك شيء سريع يريحك ويفرغ هاي الطاقه اللي عندك، فورا بتبلشي تمشي اصبع اصبع، تعطي الامان لجسمك. نحن مثل ما حكينا بعلم الرفلكسولوجي انه اعضاء جسمنا مرتبطه بنقاط على الكف والقدم. صحيح. فانت كان عندك توتر بالشغل او شيء، فورا انت اذا قعدتي شوي لحالك لمده 5 دقائق ومسكتي اصبع اصبع ورجعتي الايد الثانيه، انت هون نزلتي كل شيء تعصيب او مثل عملتي حضن، يعني حضنتي اعضاء جسمك انه اعطيتيهم السلام والامان، بتحسي عن جد كثير مرتاحه. كنتي قاعدة وحسيتي حالك عن جد ما في طاقة وما عاد في شيء انك يعني خلص راحت كل قوتك، شو بتعملي؟ اول شيء بتعملي التنفس اللي حكيت عليه، شهيق من الانف، بتحبسي النفس شوي، زفير من التم، بعدين بتعملي هيك على نية تجميع الطاقة وبتحوليها لعندك، بتعدي وبتعملي هيك شوي، بتحسي عن جد يعني على نية شو تجميع الطاقة الإيجابية من الكون، وبتعملي لهيك لمدة 2 3 دقائق بتوجهيها لعندك، بتحسي حالك عن جد وكأنه في شحنة هيك ودخلت لعندك. بس ما فيك تعمليها بمكان مغلق ومليء بالطاقات السلبية هي الحركة؟ أكيد لا، إلا إذا كان مثلا المكان أنت واثقة أنه هو ما في حدا سلبي قاعد أو مكان نظيف، يعني أو أهم شيء أنا عندي يكون مهوى، يعني يكون مهوى بيدخله الشمس، هي أهم شيء. أما مكان معتم وخصوصي الأبو، يعني الأبو هو أكثر مكان بيحمل الطاقة السلبية، يعني بتحسي حالك بتكوني كتير تعبانة فيه، ما بيعطيكي طاقة إيجابية أبداً. ليش؟ لأنه هو أول شيء قريب كتير من الأرض، يعني تمديدات وهالقصص، فبيعطي شوي طاقة سلبية. فأنت قاعدة بأبو ما فيك تجمعي، لازم تكوني قاعدة بمكان مرتفع أو شيء تاني، تكوني قاعدة هيك مكان مفتوح مهوى جنينة بحر، تجمعي هذا الشيء. يعني لازم نحن عطول نعمل هالتمرينات نعزز طاقتنا ونشحنها عطول حتى يضل عطول عنا طاقة إيجابية. غالية كمان في يمكن علاقة بين الأبراج وبين أيضا الطاقات السلبية، في أبراج خفيفة بتاخد طاقة أكتر من غيرها، صح هذا الحكي؟ كمان أنا غالية أصلا أبراجنا مثل الحسد مثلا، بيقول إنه العين طرقته خفيف خفيف برجه، فكمان احكي لنا عن هي القصة إذا صح إن إحنا بنحاول بس نصحح معتقدات حسب العلم. يعني غالية هلا عن جد في عنا أبراج مثل ما بيقولوا نجمة خفيف، وفي عنا أبراج هي بطريقة تعاملها ما بتعرف تتعامل فبتحسيها خفيفة فورا بتلقط. تماما. وفي عنا أبراج هي عن جد طاقتها قوية بتحسها وهي قوية يعني فما كتير بتتأثر، يمكن حتى لو تأثرت ما بتحسس اللي حواليها، بعدين بقى بتفرغ لحالها. هلأ الأبراج اللي أكتر الأبراج اللي عن جد نجمة خفيف بيلقط عين هو برج إذا بدنا نحكي الجدي،
الجدي من الابراج اللي كثير عن جد نجمه خفيف فورا بالقطعين. الشيء الثاني عندنا برج السرطان لانه هو كثير حساس وعاطفي، فبتحسيه مو بس قصه عين، قصه انه بيتاثر حتى بالكلمه. يعني فرضا انت عدينا حالي لراسي عم يجعني، فورا بيصير شبك انه ليش هيك ليش كذا. الحمل كمان من الابراج اللي ما بيحسسك، بس مع انه هو بتاثر فيه العين كثير بس ما بيحسس ابدا، بيورجيك على طول، بيعطيك المظهر القوي انه هو قوي، انه هو بيقدر، مع انه هو لا، يعني بتحسي ما عنده هي القوه، بتحسي لا انه كثير هيك حساس وطيب كثير من جوا بيتاثر. عندك البرج اللي بيفهم المواضيع كلها غلط، يعني بتجي انت بدك تناقشي مثلا بموضوع شوي بيفهمه غلط او بتحسي انه هيك بيعطيكي فورا، متعب او كمان تماما متعب. هلا عندك برج الثوره اللي على طول اي وجهه نظر بيقابلك فيها بطريقه انه مو هيك انت قصدك، انت قصدك غير شيء، يعني على طول المهم يعاندك يورجيكي يرضي حاله تماما، يعني انه لا انه ما مو هيك غلط هذا الموضوع. عندك العذراء كمان شوي بتحسيه بيحب يضل لحاله، يعني عنده هي الانطوائيه نوعا ما، بيحب يفكر لحاله اموره لحاله، ما بيحب حدا يعرف عنه شيء، وشوي عصبي، بتحسي عصبي داخليه كمان ما بيظهر لك اياها. يعني العذراء شوي مين صفي الجوزاء ما بتحسي ابدا انه ما له علاقه بشيء، ما بتكمشي من ابنه، يعني بفوت من هون بيطلع من هون، ما بتعرفي معصب، ما بتعرفي زعلان، ما بتعرفي رضيان، ما بتعرفي شو طاقته، حتى بتحسيه على طول هيك ضايج. بس كيف بدك انت تكشفي، بتحسي انه شخصيته تحليليه، يعني بيقعد معك مو دغري بياخذ وبيعطي، اول شيء بلش هيك طلع من تحت لفوق، اول شغله بيعملها ببلش برجليك، هو مستمع اكثر تماما، ببلش من تحت لفوق ليحلل ويشوف شو عندك، بعدين بيفوت معك بالموضوع. بس احيانا بيغدرك، يعني بيخليكي انت تبلشي بالموضوع، فوتي وانا معك بس يلاقيكي وقتي باي باي انسحب. والعقرب عرفتي كيف؟ هلا العقرب من الابراج اللي عن جد قويه، بس كمان هو من الابراج اللي له ظهور مميز، فعن جد بينصاب بالعين، يعني العين بتاثر فيه، بس ما بتاثر فيه مثل غير مثل غير ابراج. غير ابراج عن جد بمرضهم، يعني عندك برج الحمل بمرضه، بيجعوا راسه، بيجعوا كتافه، بيجعوا ظهره. لا العقرب بتحسيه شوي قوي، يعني تاثيرته كيف بتكون عليه، بتحسي انه هيك في شيء عم، او الطاقه السلبيه وقت بتجي بتحسي حالك انه مثل صار عندك، بس انه بتقولي كانه مكسر بدني، ماني مرتاحه هيك، مو اكثر، ما بيروح لطاقه مرض. اما في ابراج ثانيه لا بتروح لطاقه الاسد والاسد والحوت، الحوت والاسد. برج الاسد من الابراج القويه جدا يلي ما بيتاثر بالعين نهائي، لانه على طول هو يعني عنده قوة زايدة، بحب العين عليه أصلاً. تماما، يعني هو بحب بعدين هذا الشيء، يعني هو بينبسط لما بيلاقي العين عليه، ولما بيلاقي إنه الناس عم تطلع عليه، ما بيكون نهائي مزعوج، هو بحب على طول يعمل شيء ليلفت النظر. يعني إذا نحن ما عم نطلع عليه بحب إنه يعمل أي شيء لحتى إنه شوفوني إني أنا موجود. من الأبراج اللي قوية بس الأنانية عنده قوية، يعني أنانيته فوق كل شيء، يعني بتحسي قد ما بيحب حاله ما بيسأل على أي حدا، ولو كان كيف بدي لك، ولو حتى أطفاله، يعني بتحسي ما بيسأل على شيء لحتى يوصل هو لهدفه أو للشيء اللي بده إياه. الحوت غالية مشان ما يزعل منه. تماما، مشان ما نظلم حدا. الحوت من الأبراج مثل البحر، مستحيل تعرفي عنه شيء، طاقته حتى بدي لك عميقة جدا، كمان ما بتعرفي عنه شيء، ومستحيل تعرفي عنه شيء، بتحسي قد ما انه هادي بورجيك الهدوء من جوا، بس بتحسين نار، ومن بورجيك الهدوء من برا بس تحسي نار من جوا، كمان ما بتعرفي عنه شيء على قد ما انه غامض، ما بيعطيكي قصة صحيحة ولا حتى بيعطيكي جواب صحيح، انه بده حتى بتوهك، يعني مثلا وين كنت امبارح، كنت فتت طلعت وما بيقول لك وين، عرفتي، يعني مستحيل تعرفي عنه شيء. نعم. لسه كمان في دلو الميزان والقوس. تمام. هلا القوس التلقائي يلي بيحكي كل شيء، يلي ما على قلبه هم، يلي ما بيفسر حتى، يعني لا تأمنوا برج القوس انه ما بيفسر فورا، بيحكي مو بايده على فكره، يعني مو بايده انه مو هو نمام او شيء، لا لا مو بايده، بس هو كيف بيقول لك، بتعرفي واضح، لا بتعرفي بالمصطلح الشعبي وقت بنقول بيتزلق، يعني زلقوه هيك، بيتزلق هو فورا عادي، يعني بتدي له كلمه بيحكي لك. الدلو من الابراج اللي طاقته كتير حلوة والناس كتير بتحبه، وعن جد بيلم الناس حواليه لأنه طاقته بحب السهر، الفرح، الضحك كذا، بس بنفس الوقت بتحسيه ملعون، يعني بفوت مع أم العروس وبيطلع مع أم العريس، بتحسيه عنده هي الطاقة يلي خدني جيتك. تماما، يعني هيك، وشوي عنده شو بيقولوا الشيط، يعني بيشوف قطة بيقول لك شفت نمر، عرفتي كيف، يعني بحب هالقصص، بحب يحط ايه، بحب يبهر كتير، حتى وصلته قصة ما بيقدر إلا ما يرش عليها فلفل ويكبرها ويطلع على الناس. مين صفي آخر شيء؟ ميزان. الميزان عن جد بتحسي ميزان، وهو ميزان
بين كفتين، بضل بحب كل شيء يكون عنده متوازن. حتى اصدقائي اللي بده يحكيهم بحب ينقيهم تنقايه، مو اي حدا بيعجبه. يعني بتحسي كل شيء بده يقعد يفكر ويحلل وكل شيء. حتى اذا بده يحكي مع الناس بحب انه يحكي كلمه الناس كلها تسمعه، وله طريقه يعني مميزه الميزان بتعرفيه. وقت بده يحكي بيقول لك كيفك يسكو. ان شاء الله تمام، ما بيكرون هيك مثل تمام. هلا هي بتلاقيه عند العقرب عنا ما الميزان، لا بتحسي انه هيك بيحكي حتى يتاكد انك الكلمه سمعتيها تمام. يعني ما فيكي بعد فتره تقولي له والله ما انتبهت لك ابدا، بيقول لك لا انتبهتي لي ونص. نعم غاليه، بنهايه لقائنا لليوم، وبما انه هيك جايين على هلا افتوح المدارس وهموم اقتصاديه وخلصت العطله واكتئاب، رجعنا على الشغل ورجعنا على التحضير للمدرسة وبدنا نفوت على الدرس وريحة الكتب وريحة الشنات والدفاتر والتجليد وهدول التفاصيل كلها يمكن هيك عاملي ستريس هلا. فخلينا نحكي كيف لازم نحن ما نخليها تكون هي طاقة سلبية، لازم تكون طاقة إيجابية. أكيد هي طاقة إيجابية، وما لازم نذكر نهائي إنه في شيء بيعطي طاقة سلبية. مجرد ما قلتي هلا المدرسة وهلا التعب وهلا الطاقة السلبية، يعني انتقلت لك تلقائي إنه ولي طاقة سلبية خلاص. يعني بدك تتضايقي أو الطفل بده يتضايق. أما مجرد ما أنا لا هلا حلو هلا الدراسة هلا، ليش ما منقول الانضباط؟ ليش ما منقول إنه بالتنظيم وقت، يعني إنه تنظم الوقت، صار في وقت حلو. عرفتي كيف تحسي؟ أنا بحس وقت المدارس هو عن جد وقت تنظيم الوقت، يعني بيتنظم كل شيء، الأكل الشرب النوم، فكل شيء بيكون بنظام. أكيد غالي، يعني بنتمنى الكل يفتح صفحة جديدة كل يوم بيومه ويبدأ بداية جديدة مشرقة. ودائما بنقول الابتسامة هي سر وسفير، خلينا نقول المحبة للكل. أكيد. ودائما الواحد يروق شوي ما يعقدها يعني. أكيد، وعلى طول يقول بكرة أحلى، بكرة يعني أحلى إن شاء الله على كل اللي عم بيشوفونا، على كل السوريين وعلى سوريا. ولإلك كل عام وأنت بألف خير، أنت وعائلتك كمان. شكرا لكل شيء عطيتيني إياه من طاقة إيجابية. قلتي لنا رأيك بالألوان، شو رأيك؟ والله بتجنن على طول بتجنن. الوان طاقتكم احمر وهيك طاقه جذب، انتم بتعرفوا الالوان الحمراء من الالوان اللي بتعطي جذب، ووجودكم كمان عن جد بينور. ولهلا بتذكر العيد الماضي كمان كنت انا وياكم كمان ثالث يوم. صحيح مزبوط. صحيح غاليه. اكيد نحن بدنا نشكرك، وكمان بدي انا يعني كعيدك بالعيد وعيد عيلتك، وان شاء الله بينعاد عليكي بالخير والبركه والطاقات الايجابيه والنجاحات يا غاليه. وانتم يا رب. شكرا لك غالية. أكيد ليا وصلت حلقتنا للختام بفقراتها وضيوفها. بدنا نتمنى لكم عيد أضحى مبارك، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير والسلام. لتشوفوا الحلقة بالإعادة الساعة 1 بالليل، أو بتابعوها على فيسبوك على صفحتنا صباحنا غير. لرجال الله في الميدان بدنا نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، الله يحميكم يا شباب، وإن شاء الله بيكون النصر في الدرب دائما. شكرا لك يا ليا. شكرا لك يا زينب، وشكرا لكل فريق العمل أكيد، وشكرا لكل المشاهدين يلي تابعونا خلال أيام العيد بحلقاتنا يلي كانت خاصة. لكن وصلنا لليوم لنهاية حلقتنا، نتمنى لكم بقية نهار ممتع وإجازة ممتعة ومليئة بالروحات والجيات والمشاوير والطاقات الإيجابية.